L'édito مع فاطمة كراي. في جباليا التصفية العرقية للشعب الفلسطيني على طريق تصفية شعب الهنود الحمر. في جباليا اليوم في مخيم جباليا اللي هو فيه أكثر سكان ومهجرين فلسطينيين من أراضي فلسطين 48 يتعرضون إلى التصفية الجسدية، إلى التصفية العرقية بمجرد أنه فلسطيني. كل فلسطيني هو مرشح للتصفية، ما نسألوش لعلاش ولا كيفاش، ولكن الكيان الصهيوني اليوم بمعاضدة من الرجعية العربية وكذلك من الأمريكان والغرب يصفي الشعب الفلسطيني تصفية كما عهدنا بالهنود الحمر، بالضبط كما حصل مع الهنود الحمر، تصفية عرقية وقتل على الهوية، بل قتل كل بشر يتحرك أمام آلة الدمار التي كانت بيد الغزاة الأوروبيين منذ قرابة 3 قرون. اليوم نفس الطريقة الممنهجة في قتل وتقتيل الفلسطينيين، شعب فلسطين، شعب الجبارين، الذي يتعرض اليوم والبارحة وأول أمس إلى كارثة الكوارث، ويتعرض إلى جريمة الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة بكل الوسائل القذرة من صواريخ وقنابل وبراميل متفجرة على رؤوس الشعب الأعزل، والعالم يتفرج والعالم ربما يوثق، ولكن العالم لا يتحرك. ليست حربا هذه التي تحصل، بل هي إغارة، بل هي احتلال وتدمير وإبادة، إبادة البشر قبل الحجر. وما يحصل في فلسطين حصل من قبل، وتحديدا الآن في مخيم جباليا، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، لكنه يحصل وأمام العالم وأمام كاميرات العالم. فظيع ما يحصل لشعب فلسطين، لا مكان آمن له هذا الشعب. إنها الإبادة، الإكستيرميناسيون، وهي جريمة بكل المقاييس، جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها كل قانون دولي كان أو وطني. الفرق بين ما حصل في أمريكا لشعب الهنود الحمر منذ 3 قرون وبين ما يقع الآن في غزة بالتحديد وفي كامل فلسطين هو أن الصورة والتوثيق الآن ينبئاننا بكل ما يحصل في الثانية. سوف لن ننتظر قصص المؤرخين وروايات المحتلين يقولون ما يريدون، بل هي صور حينية تصل كل العالم وتسمع من به صمم بأن شعب فلسطين يباد لأنه فقط هو صاحب الأرض وصاحب التاريخ وصاحب الجغرافيا. اليوم صمت آذان العالم وترك شعب فلسطين بين مخالب المجرمين الجدد مسنودين بالمجرمين القدامى. مع فاطمة كراي.